لا لا مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. وكيف كنقولوا سعداتك يا فعل الخير، وفعل الخير ما جاش بالانسان عنده ولا ما عندوش. كيف كنشوفوا يعني هنا مثال لواحد الاسره اللي سبحان الله زرع ربي فيهم الرحمه والمحبه في قلبهم، بحيث انهم كيعيشوا ببساطة. راه كتشوفوهم عايشين هما في براكه، السقف دايرين غير هاد الزربيه، ها السقف من القصب ومن الزربيه، ومع ذلك دخلوا هاد السيده من الشارع. واو هاد السيده باش انها ما تبقاش عرضه للضياع. هاد السيده ما عندها حتى شي واحد، الزوج ديالها مات، قالت لك رزقني ربي بوليد واحد، فاش ولدته مات عنده 5 شهور، من تما ما رزقهاش ربي بالوليدات، قاصات مشى ليها الشوف ديالها، كتشوف غير شويه. مني عيات كانت كاريه واحد البيت كتخلص فيه 10000 ريال، مني عيا الانسان ما لقاش باش يخلص، كانت عرضه للشارع. لكن هاد العائله الزوج والزوجه اللي كيسكنوا في براكه، انتم كتشوفوا السكن، ها هو السكن، دخلوها وخداو العهد، قال لك هذه هي منا وغتبقى معانا حتى ان شاء الله تبقى معنا طول الحياه باذن الله تعالى. تحيه تقدير لهم، لان راه كنعرفوا يعني راه كاين اللي عنده هكا ما كنعموش اكيد، وصعيب باش يدير مثل هذا الفعل. وكنقولوا راه ربي سبحانه وتعالى يصطاف ويختار من عباده اللي كيزرع فيه الرحمه، واللي كيزرع فيه المحبه، واللي كيزرع فيه المحنه، واللي كيزرع فيه بزاف ديال الحويجات. واليوم احنا جد سعداء، يعني كتشوف ضيق ضيق اليد وقصر اليد، ورغم ذلك دخلوا هاد السيده وحماوها. تحيه تقدير كبيره. الرقم 07-62-17-55-83، 07-62-17-55-83. قبل ما نتعرفوا الحكايه ديال هاد المسنه ان شاء الله اللي كنتمناو ليها الصحه والعافيه، بعدا نسمعوا الكلمه ديال مولات الدار. السلام عليكم. خذي الميكرو. الله يقدركم على فعل الخير. هي بنتي الله يقدرنا على السيده. انا الناس اللي سخات بها انا ما نسخش بالاجر الى وجهي لله، لا عاطياني شي حاجه ولا عاطي انا جايبه لي شي حاجه هي تقول بفمها. انا بنتي عيطت لي مع ديك الثلاثه ولا الاربعه، قول لي هذيك السيده تجي عندي، مشيت عند الحي محمدي، قالت لي بنتي كنتي كتعرفيها؟ كنعرفها شحال هذا. اها. وعيطت لي مسكينه، قلت لها شوفي مهمتي الا تحزتي وبغيتي شي حاجه ولا طلبتي مني شي حاجه، انا كنجيب حويجات من الحي محمدي كنصبنهم ليك، ها هي كتسمع، كنصبنهم ليك كنكرمهم كنديهم ليها على وجه الله، ما على شي وجه شي حاجه. امراه كبيره ومسكينه عندها عوينه وحده على وجهي لله. كنقول لها مهمتي ها انت ها النمره ديالي، الا مرضتي ووقع لك شي حاجه عيطي ليا. عيطت بنتي لمولا الدار اللي كاري عندها، قالت لها دوزي لي هاد النمره، قالت لها ما بغاتش ليها. المهم هذا ربي عطات النمره، عيطوا ليا، قلت لهم يلا صليت العصر، قلت لمولا الدار هاد السيده بعد عيطت ليا يعني عندها شي حاجه، نزورو نشوفوها. مشينا عند بنتي لقينا مسكينه، قالت لك انا بنتي ما عنديش باش نخلص الكرا، ما عنديش بنتي ما نصرف على راسي والكرا اليوم بنيتي، حاشا وحاشا وجا بنتي، انا غير كليبه وتحوز الفعل. قلت لها مهمتي لا ما تجرحينيش، انت امي، انت اختي، بناتك بناتي، واليوم الا قبلتي عليا بالوضعيه ديالي الف مرحبا. وتنقولها ونعاود نقولها غدا قدامي من الله، الا نضيعها في شي حاجه وما نتهلاش فيها غدا قدام الله ما نبعش انسانيه، نبعث كلمه بكلمه تجاهلها. الله يحفظك. انا ما عرفتش ربي شنو خازن ليا. قلتي لي خديت العهد ديال راسي، عطيتها عهدتها، قلت لها المهم هاتيها عهد الله، راني لي كان تجي الموعظه من عند الله، يعني ما غنهزش عليك، وشي حاجه اخرى انا مستعده الا عييت على هذا الكتف نركب على هذا. هذا هو اللي كتسال مني انا. والجميل هو انكم يعني كتعيشوا واحد الضائقه، كتعيشوا ولا نعيش بالاستطاعه ديالي ما نقدرش ندوزها. يعني انا راه اجر غيرت الخبز تقسمي انت وياها، نقسمو انا وياها، نمشي نقلب عليه في الصباح في العشيه نقسمو انا وياها. وربي شاهد عليا عندي بنيات ولدي ثلاثه، وليدي مشدود، وكنخلي بنات ولدي وكنشري لها دانون ولا نشري لها بيمو على خزنة على بنات ولدي، وكنقول لها كما انت كولي. وربي شاهد عليا الحمد لله، ما غاديش يشري لي حتى شي واحد والو. ناس الخير ناس الخير. كنقول لها هاكي هاكي مهمتي تديرك مهمتي، وفعلا العهد ما نخونوش، هي إيه مخطا ما بغاتنيش. امانه بنتي، امانه امانه من الله. ونعطيو الكلمه للزوج، اعطي تبارك الله عليكم، فرحانين بزاف، راه هزيتوها من الزنقه، راه كانت غتلاح في الزنقه. تفضل سيدي. كلشي وجه الله، كلشي وجه الله تعالى بنتي، كلشي وجه الله تعالى بنتي، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، قال الله في قلوب المؤمنين بنتي، حنا خلاص.
من 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 مرأة وذكر أولاد حواء وآدم. نعم. لما فنشر في ربي لاش خلقنا؟ خلقنا لأجل يشمتي بندير أول مرتين ندير الخير بيناتنا. باش ما نحاسبوش نتحاسبوش مع حسبنا الله على أن ضيوق بعضيتنا أو دون بعضيتنا ونحوض ونبروا بعضيتنا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبر الإخوان له الضعفاء والمساكن في الرفائية زي يتعامل مع الكفار كما مع النصارى مع اليهود كيتعامل معهم بالخير وهكذا كما جدنا الرسول الله كيتعامل بخير خصنا حنا نتعاملوا بالخير الحمد لله. قلت لي أنا أمي ميتة الله يرحمها وهذه في عوض أمي أنا أمي قلت لها أمتي أنا ميتة قلت لها شوفي أمي فاطمة نعطيك ميثاق من الله من اللي عطيتك الزوجة ديالي عطيتك عهد من الله وشبكت معك العهد أنا تنعطيك ميثاق من الله تعالى أن الله يرضي عليهم والله يهديهم والله يصلحهم والله يرد بهم ولا بغاو الخير يبروا بيا بحال بروا بأمي أنا جيت لكم ضيفة وصلوا ليها وشدوا بيديها ولحقوا المرحيط تاهم سخونه بغات تتوضا مشيتوا للحمام ديوها معكم حتى تلحق الساعه ما عرفنا شكون السابق هما حنا السابق ولا اللي السابق الله لا يخير الله مجند جاء اجلها كل واحد والدقيقه ديالو كل الساعه ديالو حتى واحد الكلمه اللي قلتها لي تبارك الله عليك قلت لي انا شديت الزوجه ديالي وقلت لها شوفي راه ممكن دير الماء ديالها راه ممكن مرا كبيره راه ممكن الله يحسن العمر كنا ضعاف نعم امتي كاملين ضعاف نعم امتي حنا كنا ضعاف يعني خصك تحتفظ عليها تبارك الله تحتفظ عليها ولو كون بالكوش لو بالنظافه ولو تغسلها وتنظفها بالصابون اما كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال انا طهير والماء اطهر مني اليمنى تترمي هل يسرى عطانا ربي جوج خابتون للخابتات والطيبون للطيبات عطانا ربي بيد باش نتعاملوا معاهم ديال الفم لقمه العيش وعطانا ربي باش نتحفوا نفوسنا ونتحفوا الغير طه اليمين نطعموا به النفس الباب الطاهر خرج القران وخرج كلام الله ويعزل الحرام من الحلال ويعطانا اليد اليسرى اللي تمشي الحاج كرم لكم الخبت والخبائت عطانا ربي ديال الشمال ما تحرك ما كانش شهادو بما والو هذه كنتعاملوا بها وكتحرك معنا ولكن ما كانش شهاده بلا اله الا الله محمد رسول اليمين هي الطاهره هي باش كنتعاملوا وطلبوا ربي الله يحسن المحسنين وجعل جنة الصابرين والمؤمنين بقلوب الله تعالى في قلوب المؤمنين نطلبوا ربي الله يجيب من يغلبنا على الشبان الى شوف بعد المؤمنين الله يجيب من يغلبنا عليها بالصبر والبركه ديال مولانا الكريم نعطيو الميكرو لا السيده بعدا مولات الدار مازال غنعطيك الحاجه قلتي لي كتوضيها والحوايج كتوها الفراش شهد عليا كتبول في الفراش كان السريولات كنقيها لا شميتو شي ريحات وما دخلت على غفله مرحبا بها هي مرحبا ومرحبا بها ها هي مرحبا بها ها هي مرحبا بها ها هي هاهم اي دخلت وربي شاهد عليا ضرب برشام برشام يوميا كانت ندير نخرج للسطيله كنسخن الماء كنقول لها تقول لي بنتي عاشك كنقول لها لا عادي ماشي بجميل داكشي عادي ماشي عادي ماشي بجميل كنشدك بحال ميتي ماشي بجميل ولاني هذا راه اجرت انا مع الله اجرت مع الله والله يغلبني عليها والله يصبرني معاها ان شاء الله باذن الله تعالى وما عرفتش انا ولا هي وحتى حويجاتها بينهم لها في المريو ديالها غير خلي ها هما بنتي ها هاتي ربي شاهد عليا يشد عليا حتى واحد هادو راهم حوايجها تبارك الله تبارك الله هادو الحوايجات اللي كانوا عندها ملي كانت الحوايجات اللي كانوا عندها انا ما شرا لي راجلي بيجامه بوحدها اما هادو حوايجاتها المخايدات ديالها انا عارفه حوايج عزاز عليها مصبناهم ها هما ربي شاهد عليا انا اللي مصبناهم هادو اللي كانت ملي كان عندها مسكين البيت كانت كتخلصو قبل ما تشرد وطويتهم اميتي ورديتهم مع حوايجاتها صافي خلاص ياك عطيها الميكرو بغات تهضر جات عندي مريضيه بنتي شرات لي شرات صابونيه حتى هي شرات ولا جديده الحمد لله الحمد لله هادشي كيفرح كيف قلتها راه ما جاش باللي عنده وهكا راه حتى اللي ما عندوش الانسان ملي كيكون باغي يدير الخير راه كيديرو بالقليل أيه. ماشي بالضروره تيكون الكثير السلام عليكم عطيها الميكرو السلام عليكم السلام عليكم كيفاش الحاجه شويه كدايره لاباس الحمد لله ربي يخليكم الله يبارك فيك الله يعاونكم كنتي عايشه فين الله يهديك يا ربي امين فين كنتي عايشه في حي محمدي كنت عايشه في حي محمدي يا بنيتي كاريا بيت ياك كاريا بيت ب 10000 ريال ايوا شنو وقع هادي 6 سنين نعم دون الماء دون الضوء وهذا ما تليش قدرت على راسي ياك الحمل تقال وحدين الناس شوية قباح اللي ساكنين حداك اللي كانوا ساكنين حدايا بعت منهم وقلت لي ما بقيتش قادرة نخلص الكرا والضغط ايه ما كيف قادرة نخلص الكرا ونيتي وما كيف قديت عليه ما كنت نخرج ندير زريعة وندير
الميحه نقيها والعجره نقيها والعجره تنقي الناس او تعطي الناس الطحين ملي كانت الصحه. ايه ملي كانت الصحه دابا الحمد لله ياك. ايه هنيتي واليوم كنشوفك هيا بني ما عندكش وليدات. هادي السنين كاينو بوعليا شي ناس دوك الناس ما تلاو عيا وما تلاوش يدو. كانوا محسنين كيعاونوك في الكرا دابا ما بقاوش. والله يحسن العوان الظروف صعيبه. ما عندكش وليدات اخي؟ لا بنيت عندي وليد واحد ميت ليا عنده 5 شهور. مات ليك ومول الدار؟ مول الدار الله يرحمه. واخوك اللي كان عندك الرحمه والمغفره؟ واخوك تا هو توفى. ايوا بقيت انا شي 20 عام هذه ولا 30 عايشه بوحدك. اه وهانتي اليوم هيا عائله عندك هيا السيده. الحمد لله جيت عند صاحبتي. صاحبتك؟ بنت وصاحبتها. اه تفضل. صاحبتي وكلمتها كلمتي. وانا جيتك. ومعزاني ومكرماني. الحمد لله وما بغيناكش تبكي. تفضلي. تفضل. والحمد لله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك الله يجعل الخير وفي من يصاب. اه. الله سبحانه وتعالى كيختار من العباد ديالو اللي كيزرع فيه الخير. الله سبحانه وتعالى اشحال من واحد عنده ما كيعطيش حتى درهم لان ما فيش هذيك الخصله ديال الاحسان وديال هكا ما كنعموش اكيد. عندي خويا قاعده معاه وانا اللي شفتهم من العربيه وكنت فيهم ومن اللي ما بقاش عندي تا هو عمى من عويناته ولا مغلوب المتوفى والحمد لله دابا مشى عند الله. توفى الله يرحمه. الله يرحمه ويوصي عليه. ما بقينا في ايد المؤمنين ويديكم انتوما مؤمنين صابرين عند الله. الله يجعل ربي يرزقكم الصبر ايوب عليه السلام مع كل واحد جاي معايا انا. ياك مرتاحه بعد ربي يخليك الله يحفظك. ياك الله يقويكم. حاسه براسك مع عائلتك؟ الحمد لله بنياتي بنياتها الحمد لله بنياتي. ولدي الكبير ولا لا قروش تنزلك مكرعك. ولدي الكبير يعطيك الله يعطيه الصبر وبنيتي الله يعطيها الصبر راح حنا زايدين في الكبر وصبروا معانا ودخلونا ووكلونا وشربونا والله يجعلنا ويجعلكم من الصابرين عبد الله. ونعم بالله ونعم بالله. كلامك زوين خالتي وكله معاني وكله والله يقويكم والله ينصركم والله ينصر دين الله. الحمد لله سبحانه. إذا مشاهدينا الرقم المساعدة 0762 17 55 83 0762 17 55 83. يعني في هذه الصورة اللي كنشوفوا تعجز الكلمات أننا نهضروا إلا أننا فرحانين من قلبنا كنقولوا الحمد لله. هاد السيدة ما عندها كيف كنقولوا حنين الله رحيم ما عندهاش وليدات الظهر ديال الزمان واللي كنقولوا لك اللي ملي كيكبروا كيهزوا بوالديهم ما رزقهاش ربي وليدات. الزوج توفى لقات راسها بوحديتها كانت عوضه انها تخرج للزنقه بعد ما قدرتش تسدد الكراء ديال البيت فين كانت. ولكن الحمد لله ناس الخير قلوب الخير القلوب اللي عامره بالايمان وعامره بالرحمه ها هي في دارهم. كيف قلت لك واخا الناس راه على قد الحال راه فين ساكنين راه كتشوفوا هالحوايج فين كينشروهم حويجاتهم راه منشورين في الدار. ها انتم العمود ديال الدار ها هو العمود ديال الدار ديال الضو هذا العمود ديال الضو داخل في قلب داركم. ها هو العمود ديال الضو عندهم في الدار لان ما ساكنينش مساكن في الشارع انا ساكنين في الشارع. ها انتم كتشوفوا الدار كي دايره
هالماكله ما بغيتش نبين، ولكن حنا كنبغيو غير نبينوا الوضع. هما معيشين بخبيز واتاي وزويته، ولكن حمد الله والجميل ان نقلوا القلب ديالهم غني بطاعه الله سبحانه وتعالى وبالرحمه وبالحنان. هذا هو الجميل. راه الكرش باش ما ضربتي الكرشه كيمشي الجوع، ولكن باش يكون فيك واحد الرحمه وتدخل الانسان وتراعيه راه شي حاجه كبيره عند الله، وتعطي العهد يعني قدام الله سبحانه وتعالى انك ما تخلاش عليه، شي حاجه كبيره كبيره بزاف. كنتمنوا ليهم التوفيق. هاد السيده راه كدوي وشو الدموع ديالها، وخا العوينات ديالها واحد العوينه مسكينه راه مشات ليها، عوينه اخرى راه كتشوف فيها شويه الحمد لله، يعني كتبكي والدموع، قالت لك الحمد لله دخلوني ووكلوني وغطاوني وشربوني، الحمد لله. هذا هو روح التضامن والتكافل ديال المغاربه. ما كنتسناوش حتى نقول كون كان عندي تيكون عندي وندير وندير، اللي بغى يدير راه كيدير من القليل، ما كيتسناش حتى كيقول كنبقاو ديما كون لا. هما الناس راه ساكنين غير في الشارع، راه عمود ديال الضو داخل ليهم في البراكه ديالهم، ومدخلين معاهم سيده ومفرشين ليها احسن الفراش على حساب هذاك الشيء اللي عندهم، وحاطين ليها حويجاتها في الماريو ديالهم، وهذا الشيء راه شي حاجه كبيره وكبيره بزاف. كنتمناو الناس يتصلوا بهاد السيده ويعاونوها، راه هي عايشه بوحديتها الحمد لله، لقات العائله، ولكن مهما كان راه كتحتاج خصها الطبيب، خصها بزاف ديال الامور. الرقم 0762 17 55 83، 0762 17 55 83. مشاهدينا ما سخيتش بكم، شكرا لحسن المتابعه، والله لا يضيع اجر المحسنين. دمتم في امان الله، الى اللقاء.